بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. منتخب مصر اختتم امبارح تدريبات لمواجهة موزمبيق النهاردة في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2023، وشهدت التدريبات تدريب لاعبي الفراعنة على بعض الجمل التكتيكية، ده من قبل الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، واللي من المنتظر تنفيذها أمام موزمبيق النهاردة. منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا هيلعب بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل في المباراة اللي هتتلعب النهاردة الساعة 7 مساء في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا 2024، واللي هتستضيفها كوتيفوار. روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أكد أن منتخبنا الوطني قوي وبيمتلك تاريخا كبيرا في البطولات الإفريقية، وأكد أن المنتخب بيلعب أي بطولة وهدفه تحقيقها. وأضاف كمان فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة موزمبيق أنه لا يمتلك لاعبين كبار، وأكد على جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة، وأن محمد صلاح لاعب كبير وإضافة كبيرة للمنتخب. فريق الكرة بالنادي الأهلي واصل تدريباته الجماعية على ملعب مختار رتشي لليوم الثالث على التوالي، ضمن التحضير لمباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهد المران خوض الثلاثي وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد وأحمد عبد القادر ومحمد الشاوي كريستو العائدين من الإصابة برنامج تأهيلي بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للأهلي. الفريق الأول لكرة القدم من نادي الزمالك استأنف تدريباته الجماعية على ملعب النادي استعدادا للفترة المقبلة، وخاض لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية القوية في صالة الجيمنيزيوم قبل النزول إلى أرض الملعب لخوض المران الجماعي. وكمان بيستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة أو من 18 وحتى 24 يناير الجاري، ده بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والإتفاق السعودي وأم صلال القطري. نادي فيوتشر أعلن التعاقد مع ثلاثي النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب عبد الرحمن رشدان وأحمد كيكا أحمد كباكا ومحمود زعلوك، وده لإعارة لمدة موسمين والنصف الموسم حتى موسم 2025-2026، وده لتدعيم صفوف الفريق مقابل انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الحالية. منتخب مصر لكرة اليد تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني طارق محروس فاز على منتخب المجر بنتيجة 29-30، ده في ختام منافسات بطولة استادات الدولية في نسختها الأولى. منتخب الهوكي المصري تعادل مع منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4-4 في أولى مواجهات التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس المحدد لها في الفترة من 13 حتى 21 يناير الجاري في إسبانيا. ويتأهل البطل المصري مازن هشام لاعب وادي دجلة إلى الدور النهائي ببطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، واللي بتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 9 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية بتصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. منتخب كوت ديفوار فاز على منتخب غينيا بيساو بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب الحسن وتارا، وده ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 ومقامة في كوت ديفوار. وبالنتيجة دي بيتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الأولى مؤقتا برصيد 3 نقاط.
سايكو فوفانا نجم النصر السعودي ومنتخب كوت ديفوار حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة افتتاحية للبطولة ضد غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الأولى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023. منتخب سوريا اتعادل امبارح مع منتخب اوزبكستان في المباراه اللي جمعتهم باستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجوله الاولى من المجموعه الثانيه في كاس اسيا 2023. منتخب استراليا فاز على الهند بنتيجه 2-0 في المباراه اللي جمعت المنتخبين امبارح على ملعب احمد بن علي المونديالي في اطار مباريات الجوله الاولى من المجموعه الثانيه في كاس اسيا 2023.